اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اسك تيك توك. حلقه النهارده هتكون مختلفه شويه عن الحلقات اللي فاتت. انا كل مره كنت بجاوب على اسئلتكم في الحلقات اللي فاتت، بس حلقه النهارده انا جاي لكم باتنين فيتشرز او خاصيتين جداد تيك توك عاملهم مهمين جدا لمكافحه التنمر اللي موجود دلوقتي على السوشيال ميديا بشكل عام. اول خاصيه منهم وهي خاصيه تصفيه التعليقات، او اللي انت تقدر تتحكم في التعليقات اللي بتجيلك. احنا لاحظنا الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا في مشاكل كتير بتحصل بسبب الكومنتات السلبية، وحسينا اللي ده اثر على ناس كتير في استخدامهم للسوشيال ميديا بشكل عام. فقررنا في تيك توك اللي احنا ناخد السبب، واللي احنا نبقى بنحافظ على البيئة المبدعة او اللي انت المكان اللي انت بتحب ترفع فيه فيديوهاتك من غير ما حد يتنمر عليك، او من غير ما حد يقول كلام عليك مش حلو او غير لائق. فعملنا خاصية تصفية التعليقات دي عشان تخليك تقدر تتحكم في ايه التعليقات اللي هتتكتب على الكومنتات بتاعتك. فانت من خلال الاعدادات بتقدر تختار ايه الكومنت اللي يتكتب وايه الكومنت اللي ما يتكتبش، وبتقدر كمان تحدد الكلمات اللي انت مش عايز تشوفها مثلا. فدي هتساعدك كتير اللي انت مش هيجيلك اي حاجة سلبية على المحتوى بتاعك خالص. تاني خاصية معانا وهي خاصية الريسينك. الريسينك برضو هي ليها علاقة بالتعليقات، او اللي هي اعادة التفكير. الخاصية دي بس فكرتها اللي انت لما بتكتب كومنت وحش، السيستم في تيك توك بيفهم اللي انت كاتب كومنت وحش، فبيقول لك Are you sure اللي انت عايز تكتب فعلا الكومنت ده؟ بيسألك وبيأكد عليك اللي انت متأكد اللي انت عايز تكتب الكومنت السيء ده. فده بيبقى زي تحذير كده اللي هو فكر قبل ما تنشر. هتيجي تقول لي بقى ليه تيك توك عملت الخاصيتين دول؟ هقولك ان احنا في تيك توك او عامة منصة تيك توك حريصة جدا على خلق مجتمع خالي من التنمر، وده اللي بتواجهه كل صناعة التكنولوجيا او كل صناعة الانترنت حاليا في العالم كله. فتيك توك قررت تاخد الخطوة دي عشان تكون هي المنصة الاولى في العالم كله عندها فكرة، او اللي هي تحقق السلامة الرقمية لتمكين المستخدمين بتوعها من الابداع بدون تردد. وده اللي انا كنت بقول عليه، اللي هو احنا حاليا في موجود هاشتاج اسمه ابدع بدون تردد او create don't hesitate. مش هقول اللي انا بطلب منكم كلكم تشاركوا فيه، بس انا بطلب من الناس كلها اللي حابه تعبر عن حبها لحد من صناع المحتوى اللي هم بيحبوهم يعملوا له فيديو على الهاشتاج ده ويعبروا عن حبهم للناس دي، عشان فعلا الناس صناع المحتوى الموجودين في كل السوشيال ميديا وعلى تيك توك بالاخص بيتعبوا جدا اللي هم يعملوا المحتوى بتاعهم ده عشان يوصل للناس. فبيبقوا اكيد نفسهم ان المحتوى بتاعهم يوصل لاكبر عدد من الناس مع تعليقات ايجابيه طبعا. فياريت لينا كلنا نفكر قبل ما نكتب اي تعليق سلبي، عشان فعلا التعليق السلبي ده بيضر الناس جدا. فانت قاعد ورا كيبورد مش عارف اللي بيعمل الفيديو ده بيعمله ازاي، او تعب قد ايه اللي هو يصور الفيديو ده. فخليك ايجابي، حاول تدعم الناس على قد ما تقدر، بلاش تكتب تعليقات سلبية. والشخص صانع المحتوى انت دلوقتي ليك حرية في اللي انت تصفي التعليقات، ليك حرية اللي انت تختار ايه اللي يكتب وايه اللي ما يكتبش. ده غير اللي احنا كمان عملنا الريسينك. فانت كمان وانت بتكتب كومنت لحد حاول تكون ايجابي، حاول تكون سبورتيفلي، ما تبقاش زي ما بنقول كده طف على الناس، او تبقى قاسي قوي بتعليقاتك على الناس. create don't hesitate، ابدأ بدون تردد. اشوفكم في الحلقة الجديدة. باي باي.